إذا نحن اليوم بصدد تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية بأحد المؤسسات التعليمية. بطبيعة الحال فالتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية هو مناسبة من أجل التركيز على الثوابت التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تتضمن من بين أهم محاورها سلامة الفئات الأقل من 14 سنة، لأن هذه الفئة من مستعملي الطريق تعد من بين الفئات التي تعاني من هشاشة خاصة على المجال الطرقي، وبالتالي تتطلب إجراءات حمائية مناسبة للخصوصيات وضعها من الناحية النفسية المعرفية الإدراكية، يعني بصفة عامة وضعيتها بين مستعملي الطريق. إذا فالتركيز على التربية الطرقية هو يندرج في إطار هذه المقاربة الاستراتيجية التي ترمي إلى حماية الأطفال. وللتذكير فحوالي 10% من ضحايا حوادث السير التي يتم تسجيلها كل سنة هم من الأطفال الذين يقل سنهم عن 15 سنة. اليوم جاتنا الدرك الملكي وداروا لنا أنشطة، داروا لنا أنشطة عديدة استفدنا منها بزاف، أن نحترم قوانين السير لكي نحافظ على الحياة ونتجنب حوادث السير. وشعارنا هذا السنة هو التزم من أجل الحياة. ككل سنة بالمناسبة ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كيصادف في 18 فبراير من كل سنة، وبشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وكذلك بشراكة وبتعاون مع رجال الأمن ورجال الدرك، فوزارة التربية الوطنية المديرية الإقليمية لصخيرات تمارة كتقوم يعني بمجموعة ديال الأنشطة على صعيد المؤسسات اللي من خلالهم كنقوموا بواحد الأنشطة ديال توعوية للتلامذ من أجل الحفاظ على السلامة ديالهم والتحسيس ديالهم بالأخطار اللي يمكن لهم أن يتعرضوا لها باستعمال الطريق أو باستعمال الدراجات. اليوم كنشهدوا هذا اللقاء اللي كاين في جامعة الصخيرات بمدرسة ديال الفتح، واللي بتنسيق مع رجال الدرك، فكاين عروض من أجل تحسيسية، عروض نظرية، وكذلك عروض تطبيقية اللي من خلال التلامذ كيتعرفوا على كل يعني ما يمكن أنهم يفيدهم فيما يتعلق باستعمال الطريق والحفاظ على السلامة ديالهم. ومن طبيعة الحال هي مناسبة باش نتقدم بالشكر الجزيل لرجال الأمن ورجال الدرك على كل المجهودات اللي كيقوموا بها طيلة السنة، ويعني حتى التعاون المثالي اللي كاين مع المديرية الإقليمية ديال صخيرة تمارة، ماشي فقط في المجال ديال السلامة الطرقية ولكن في مجالات متعددة. سميتي وئام ناشط، وكنشكر اللجنة على هادشي اللي قدمت لنا في قانون ديال السير، بان ما نبقاوش نتهوروا ملي نبغيو نقودوا السياره، وحنا بخصوص ما خصناش نبقاو نقطعوا الشانطي ونتابعوا العلامات المرور. هذه فرصه طيبه انك تواجدوا اليوم من اجل القيام بواحد النشاط اللي هو كبير واللي كيهم الطفوله المغربيه بصفه عامه. حنا اليوم كنعيشوا اليوم الوطني للسلامة الطرقيه، وبهذه المناسبه تقدم الشكر ديالي لجميع المتدخلين، الدركيين، المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه، السلطات المحليه، وتنقدم كذلك الشكر ديالي لجميع الساهرين، من المدير ديال هذه المدرسه، من اطر الاداريه ديال المركز ديال التضامن لجمعيه حي الفتح. وشكرا. شكرا للصحافه اولا اللي حضرت وواكبت هذا النشاط الفريد من نوعه نتاع السلامه الطرقيه، شكرا للجمعيه الوطنيه للسلامه الطرقيه، شكرا لوزاره النقل في شخص ممثله، شكرا لوزاره التربيه الوطنيه اللي كتواكب هذه الاحتفالات بهذه الايام الوطنيه، شكرا لكل جمعيه الاباء، لجمعيه التضامن على هذه المجهودات الفعاله وعلى هذه المبادره التحسيسيه للتلاميذ ديالنا الوقاية من حوادث السير والتخفيف من الكوارث نتاع حوادث السير. لا يسعني الا ان انويها مره اخرى بكل من ساهم في انجاح التظاهره
للتلاميذ ديالنا والابناء ديالنا والمحافظه على الارواح ديالهم. وشكرا. اسم ديالي ملك ونسب ديالي الكيحل. اليوم جات عندنا اللجنه واللي جوندارم وداروا لينا تحسيس على السلامه الطرقيه باش يوعيونا وما نبقاش نديروا الحوادث في بالدرجات الهوائيه. في اطار تنزيل برنامج ديال جمعيه التضامن، برنامج السنوي ياتي تنظيم هذا اليوم احتفالا بيوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كانت مخاوة منه احنا كجمعية تربية النشأ الجديد على احترام قانون السير، لأن الدراسات أثبتت أن العنصر البشري كيساهم بواحد النسبة كبيرة في حوادث السير. هذا اللي دفعنا أن ننظموا مثل هاد الحملات التحسيسية بالأخص بالنسبة للأطفال، خصوصا أننا كنعرفوا الطفل هو المستقبل ديال هاد البلاد. إلى ربنا فيه حب ديال احترام قانون السير والسلامة الطرقية غنكونوا ساهمنا بشكل كبير. ومن خلال هذا المنبر كنبغي نقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب وبعيد في نجاح هذا اليوم التحسيسي. سرية الدرك الملكي بجميع العناصر ديالها بجميع الأسماء، اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، المديرية الإقليمية للتربية والتعليم، الإخوان ديال جمعية التضامن، مدير مؤسسة الفتح، وفي الأخير تنقول لهم شكرا 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 جزيلا. وموعدنا السنة القادمة في الجديد، ونتمنى أننا السنة الجاية نكونوا أحسن وأحسن. وشكرا جزيلا.